Parcours français, sixième année de l'enseignement primaire. Masar al-Lora al-Faransiya, al-Mustawa al-Sadis ibtidaiy. La page numéro 164. Al-Safha raqam 164. Unité 5, al-Wahada al-Khamisa, orthographe dictée. النحو والإملاء P avec P-E-U et P avec P-E-U-X et P avec P-E-U-T. إذن عندنا ثلاثة ديال الكلمات اللي فيهم P. إذن اللي تجمع بينات هاد P بثلاثة هو أنهم تتنطقوا بنفس النطق، عندهم نفس النطق. مثلا نجيو نقولوا P ف تنطبق عليهم ثلاثة. أما الفرق بيناتهم فهما تيختلفوا في الكتابة وتيختلفوا كذلك في المعنى. مي تيختلفوا في الكتابة فعندنا P الأولى فيها P-E-U و P الثانية فيها P-E-X و P الثالثة فيها P-E-U-T. أما في الاختلاف ديالهم في المعنى فعندنا P الأولى اللي فيها P E U فهي تعني شوية أو قليلا. بالنسبة للكلمة الثانية اللي هي P avec P E U X فهي تعني لنا le verbe pouvoir، الفعل أستطيع أو يقدر، وهي مصرفة لنا في الحاضر. بالنسبة للضمير المتكلم المفرد، ضمير المتكلم المفرد أو ضمير المخاطب المفرد، إما أنا أو أنت أو أنت. يعني يا جو لا بروميير بيرسون دو سينغولييه اللي هو جو، أو لا دوزيام بيرسون دو سينغولييه اللي هو تو. أما بالنسبة للبو الثالثة اللي فيها بي او او تي فهي تتعني لنا كذلك لو فيرب بوفوار، الفعل يستطيع أو يقدر، إلا أنها تكون مصرفة بالنسبة للضمير الغائب المفرد هو أو هي. La troisième personne du singulier il ou la elle. وتهي تكون مصرفة لنا في زمن الحاضر. Le présent de l'indicatif. Donc on passe à la première partie. نمرو القسم الأول. Je m'entraîne. أتدرب. La première question, السؤال الأول. J'entoure le mot qui convient. إذا طلبوا منا باش نأطرو الكلمة المناسبة. La première phrase, la phrase A, الجملة ألف. Avec la montée des eaux, إذا مع ارتفاع ديال المياه، وعطاونا الخيارات اللي خصنا نختارو. عطاونا P الأولى اللي فيها P-E-U-T بمعنى استطاع، ولكن في la troisième personne du singulier ضمير الغائب المفرد اللي هو هو أو هي. ثم عندنا P الثانية اللي فيها P-E-U بمعنى قليلا. ثم عندنا P الثالثة اللي فيها P-E-U-X فهي الفعل ديال استطاع أو يقدر، le verbe pouvoir، ولكن في la première personne du singulier أو لا في la deuxième personne du singulier. إذن هي إما تكون هذا الفعل ديال استطاع ما تكون عندنا P-E-X، إما تكون في ضمير المتكلم المفرد اللي هو أنا، أو لا تكون في ضمير المخاطب اللي هو أنت أو أنت، ما تكون عندنا P-E-X. أما ما تكون عندنا P-E-U-T فهو تكون متعلق لنا ضمير الغائب المفرد هو أو هي. La troisième personne du singulier il ou la elle. D'ils sont en sécurité. إذن D'ils هما الجزر.
sont en sécurité, et dans le joueur, c'est qu'on a fait Aman. Et dans le sens de la phrase, on a l'artifa le mieux. إذن الجزر تيكون في حالة أمان. إذن متى يرتفع علينا الماء شنو تيوقع الجزر؟ تيكون في حالة خطر، ما تيكونش في حالة أمان. إذن الخيار اللي صحيح ممكن نختاره هو ب. إذن مع ارتفاع ديال المياه القليل من الجزر اللي تيكون في حالة أمان، حيت علاش كلشي الجزر تيكون في حالة خطر؟ حيت ارتفع الماء غادي يغمرهم الماء. إذن غادي نختاره الخيار الثاني اللي هو peu avec PEU بمعنى قليلا. إذن مع ارتفاع المياه قليل من الجزر تكون في حالة أمان. إذن avec la montée des eaux peu d'île sont en sécurité. ندوزو la phrase B. الجملة B. L'agriculture intelligente. L'agriculture intelligente هي الزراعة المتطورة. وعطاونا خيارات peu avec PEUT ou peu avec PEUX ou peu avec PEU. Aider à faire face à la sécheresse. إذن aider à faire face à la sécheresse هي تتعاون باش تقابل أو باش تواجه الحالة ديال الجفاف. إذن الزراعة المتطورة شنو ممكن نختاره؟ إذن الزراعة المتطورة تقدر تساعد باش تكون باش تواجه الجفاف. إذن هنا غادي نختاره الفعل استطاع أو يقدر. إذن غنختاره الخيار الأول بما أن الأغريكولتور انتليجنت فهي ضمير الغائب المفرد. إذن هي أو هو الأغريكولتور انتليجنت فتتعود على هو أو هي، بما أن الأغريكولتور راه عندنا نون فيمينا إذن غادي يكون إل. إذن بو غادي تعود على إل اللي هي الأغريكولتور انتليجنت. إذن الزراعة المتطورة تتقدر تساعد باش تواجه الجفاف. إذن نختارو الاختيار الأول l'agriculture intelligente peut aider à faire face à la sécheresse. إذن الزراعة المتطورة تتقدر تساعد باش تواجه لنا الجفاف. إذن نختارو الخيار الأول اللي هو peut avec PEUT. ندوزو la phrase C. الجملة C. tu هي انت، وعندنا الخيار الاول هو peu avec PEU قليلا او peu الثانية اللي فيها PEUX بمعنى استطاع او يقدر. la première personne du singulier اللي هو je استطاع. ثم عندنا الخيار الثالث اللي هو peu avec PEUT بمعنى هو le verbe استطاع le verbe pouvoir، لكن هنا في la troisième personne du singulier ضمير الغائب المفرد il هو أو هي. ثم عندنا nous envoyons ou là nous envoyer des photos pour notre exposition sur la famine. إذن هما تبعثوا لنا صور لأجل المعرض ديال المجاعة أو لأجل المعرض حول المجاعة. إذن هنا بما أن عندنا tu la deuxième personne du singulier، عندنا هنا أنت ضمير المخاطب المفرد، فغادي نختاروا الخيار الثاني اللي هو le verbe pouvoir peu avec PEUX مصرف لنا في الحاضر في le présent de l'indicatif. إذن نختارو الخيار الثاني اللي هو PEUX بمعنى استطاع أو يقدر. إذن tu peux nous envoyer des photos pour notre exposition sur la famine. إذن أنت تقدر تصيفط لنا صور من أجل
المعرض حول المجاعة. ندوزو لا فراز دي. Des inondations violentes ont laissé إذن فيضانات عنيفة تركو وعطاونا خيارات peu avec PUT بمعنى الفعل استطاع le verbe pouvoir في la troisième personne du singulier في ضمير الغائب المفرد اللي هو هو أو هي. ثم عندنا peu avec PUX بمعنى الفعل استطاع كذلك le verbe pouvoir في la première personne je أو la في la deuxième personne du singulier اللي هو tu ضمير المخاطب المفرد اللي هو أنت أو أنتي أو ضمير المتكلم المفرد اللي هو أنا. ثم عندنا ب بمعنى قليلا اللي هي بي او او هو الخيار الثالث. دو ميزون انتاكت إذن ديال المنازل الهشة. إذن دي زينونداسيون فيولونت اون ليسي شنو غادي نديرو مي تيكونوا الفيضانات عنيفة راه المنازل بزاف اللي غادي يغرقوا غادي يتدمروا. إذن هنا شنو بزاف ديال المنازل غادي يتدمروا. إذن غادي نختاروا القليل من المنازل اللي غادي يبقاو. إذن غنختاروا الاختيار الثالث اللي هو بو افيك بي او اي بمعنى قليلا. إذن القليل من المنازل اللي تيصمدوا الفيضانات ملي تكون الفيضانات عنيفة راه بزاف ديال المنازل تنهارو تتدمرو. إذن غادي نعاودو القراءة ديال الجملة. Des inondations violentes ont laissé peu de maisons intactes. إذن الفيضانات العنيفة خلاو قليل ديال المنازل اللي بقاو صامدين. Donc passons à la deuxième question. Marol Souel Akamjouj. Je complète chaque phrase avec l'un des mots suivants. Et donc, le bon menu, je n'aime pas le jour là, mais le calimètre est à lire. Et donc, on a classé le calimètre. On a peu avec PUT. Ça y est, bien, le verbe pouvoir, le présent de l'indicatif. Mais la troisième personne du singulier, il ou la elle. Et donc, peu le voilà, il fait PUT. فهي تتعني لنا الفعل استطاع أو يقدر اللي مصرف لنا في زمن الحاضر بالنسبة لضمير الغائب المفرد هو أو هي. بالنسبة للكلمة الثانية اللي فيها peu avec PEU فهي تتعني لنا قليلا. أما الكلمة الثالثة اللي فيها peu avec PEUX فهي تتعني لنا le verbe pouvoir اللي مصرف لنا في le présent de l'indicatif بالنسبة la première personne du singulier اللي هو je أو la deuxième personne du singulier tu. إذن peut-elle ça اللي فيها PEUX فهي تتعني لنا الفعل استطاع أو يقدر اللي مصرف لنا في زمن الحاضر بالنسبة ضمير المتكلم المفرد اللي هو أنا أو لا ضمير المخاطب المفرد اللي هو أنت. دعنا ندوزو لا فراز أ جملة ألف. لا في كونتمبوران الحياة المعاصرة ساميليوري سي نو فيزون فاس أو ديفي بوزي. إذن الحياة المعاصرة غادي تطور لا واجهنا جميع التحديات الموضوعة. إذن هنا شنو عندنا شنو ممكن غادي نستخدمو؟ ممكن نستخدمو الفعل يقدرو الverb pouvoir ولا ممكن نوظفو هنا. علاش؟ حيت الحياة المعاصرة غادي تقدر تطور لا وجهنا جميع التحديات المعاصرة. إذن نختارو الفعل استطاع يقدرو اللي هو الverb pouvoir. بقى لينا هنا نشوفو لو سوجي كي داير. لو سوجي راهو لا في هو لا في كونتمبوران
la vie contemporaine, فهي ستعود إلى la troisième personne du singulier. فهي ستعود إلى la ضمير الغائب المفرد اللي هو هي. هتلافي عندنا مؤنثة. إذا لافي راها مؤنثة. النو فيمينا. إذا فهي ستعود على ال la troisième personne du singulier. إذا غادي نوظفو غادي نصرفو لو فيرب بوفوار في الزمن الحاضر في لو بريزون دو لانديكاتيف غادي يعطينا بو افيك بي او يو تي هي اللي غادي نوضعو. اذا الحياه المعاصره تقدر تطور لا واجهنا جميع التحديات الموضوعه. اذا لا في كونتمبورين بو ساميليوري سي نو فيزون فاس او ديفي بوزي. الحياه المعاصره تقدر تطور لا واجهنا جميع التحديات الموضوعه. ندوزو لا فراز بي. دون سيت فوري اون رونكونتر. اذا في هذه الغابه تنتلاقاو دو برومونور. اذا دو برومونور هو المتجولون اللي تيتجولوا تيدوروا تيتساروا. اذا دون سيت فوري اون بو دون سيت فوري اون رونكونتر. اذا في هذه الغابه تنتلاقاو دو برومونور المتجولون. اذا في هذه الغابه شنو تنتلاقاو مع قليل ديال المتجولون. ما تلقاوش بزاف ديال المتجولون. اذا تلقاهم قلال الناس اللي تيتساراو في هذه الغابه. اذا غادي نوضعو بو بمعنى قليلا اللي هي بي او يو. اذا دون سيت فوري اون رونكونتر بو دو برومونور. إن في هذه الغابة تنتلاقاو بشوية أو بقليل من المتجولون. ما تنلقاوش بزاف ديال الناس تيتساراو في هذه الغابة. ندوزو لا فراز سي. لو ديفلوبمون دي زينيرجي رينوفلابل. إذا التطور أو التنمية ديال الطاقات المتجددة. لو ديفلوبمون دي زينيرجي رينوفلابل. وعطاونا غالونتير يعني تتبطأ او تتقلل. لو ريشوفمون كليماتيك. لو ريشوفمون كليماتيك هو الاحتباس الحراري اللي تيعني لنا الزياده في مستويات ومعدلات درجه الحراره. اذا هنا شنو ممكن نديرو؟ ممكن نديرو الفعل استطاع. لو فيرب بوفوار هو اللي ممكن نديرو هنا. حيت علاش عندنا لو ديفلوبمون دي زينيرجي رينوفلابل بو غالونتير لو ريشوفمون كليماتيك. اذا هاد التطور ديال الطاقات المتجدده او التنميه ديالها تيقدر يبطئ او يخفض او ينقص من الاحتباس الحراري. اذا غادي نوظفو لو فيرب بوفوار الفعل استطاع او يقدر. بقى لينا هنا لو سوجي نحدو كي داير. لو سوجي الفاعل عندنا يعني الفاعل هو لو ديفلوبمون دي زينيرجي رينوفلابل فهو تيعود على ايل لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي ضمير الغائب المفرد. اذا غادي نصرفو لو فيرب بوفوار في لو بريزون دو لانديكاتيف بالنسبه لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي اللي هو ايل. غادي يعطينا بي او يو تي بو افيك بي او يو تي. اذا يقدر او يستطيع. اذا لو ديفلوبمون دي زينيرجي رينوفلابل بو غالونتير لو ريشوفمون كليماتيك. التنميه ديال الطاقات المتجدده او التطوير ديالها تيقدر يبطئ او ينقص من الاحتباس الحراري. ندوزو لا فراز دي. Tu évites d'acheter trop de pain si tu penses à ceux qui sont pauvres. اذا انت تجنب الشراء ديال بزاف ديال الخبز لكنتي تتفكر في اللي هما فقراء. اذا هنا شنو ممكن نديرو؟ ممكن نديرو لو فيرب بوفوار فعل استطاع. حيت علاش عندنا هنا تو انت
فغادي نصرفو لو فيرب بوفوار بالنسبه لو بريزون دو لانديكاتيف بالنسبه لو لا دوزيام بيرسون دو سينغولير اللي هي tu. غادي تعطينا peu avec peux. Donc tu peux éviter d'acheter trop de pain si tu penses à ceux qui sont pauvres. Et donc tu peux t'jenb chira ديال بزاف ديال الخبز الا كنتي تفكر في الناس اللي هما فقراء. Ndozo la phrase E. Ces gardes sont toujours présents. إذن هاد الحراس هما ديما متواجدين ديما حاضرين. Alors il y a très de braconniers. إذن هاد الحراس كاينين كاينين ديما متواجدين دائما متواجدين ديما حاضرين. إذن تيكونوا لي براكوني هما الصيادين دوك الصيادين اللي تيكونوا سيصيدوا بطريقه عشوائيه او بطريقه مخالفه للقانون. اذن الحراس ملي تيكونوا متواجدين راه هاد لي براكوني هادو اللي تيكونوا خارجين على القانون تيصيدوا بطريقه عشوائيه راه غادي يكونوا قلال. حس علاش؟ حس كاينين الحراس ديما كاينين. اذا الصياده اللي عشوائيين واللي هما مخالفين للقانون ما غاديش يكونوا بزاف. اذا غادي نديرو بو بمعنى قليلا بو افيك بي او يو. اذا سي غارد سون توجور بريزون الوغ il y a très peu de braconniers. اذا هاد الحراس ديما متواجدين ديما كاينين. إذن غادي يكونوا قلال هاد الصيادين اللي عشوائيين واللي مخالفين القانون. إذن نوضعو peu avec peu بمعنى قليلا. دونك اون باس ا لا دوزيام بارتي ننتقلوا للقسم الثاني. جو ميفالو اتطور. جو ريكري لي فراز ان رامبلاسون لي مو سوليني. اذا طلبوا منا باش نعاودوا الكتابه ديال الجمل بالتعويض او بالتبديل ديال الكلمات المسطره. اذا عطاونا ثلاثه ديال الكلمات اللي غادي نبدلو بها اللي هي بو افيك بي او يو تي فهي تعني لنا لو فيغ بوفوار اللي مصرف لينا في الزمن الحاضر في لو بريزون دو لانديكاتيف بالنسبه لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي ايل ولا ايل. اذا مصرف لينا في الزمن الحاضر فعل استطاع او يقدر بالنسبه لضمير الغائب المفرد هو او هي. بالنسبه للبو الثانيه اللي فيها بي او يو فهي بمعنى قليلا او شويه. ثم عندنا بو الثالثه اللي فيها بي او يو اكس فهي تتعني لنا لو فيرب بوفوار اللي مصرف لنا في لو بريزون دو لانديكاتيف بالنسبه la première personne du singulier li huwa je ou la deuxième personne du singulier li huwa tu. Idan fa peu telta tesani lina li fiha peux fa tesani lina el fi'l istata'a li msarraf fi zaman al hadir بالنسبه لضمير المتكلم المفرد اللي هو انا او لا ضمير المخاطب المفرد اللي هو انت او انت. Donc la phrase A, jumla alif. Nous avons lu beaucoup de livres sur les astuces pour éviter le gaspillage. إذن حنايا قرينا بزاف ديال الكتب اللي فيهم الارشادات من اجل تجنب التبذير. إذن هنا شنو اللي عندنا الكلمه اللي فيها مسطر عليها اللي مسطرين عليها هي بوكو. إذن بوكو فهي بمعنى بزاف وهي بمعنى فهي adverb. إذن هذه الملاحظة فمي تيكون عندنا adverb فغادي نبدلوه بadverb أخر. ما يمكنش نبدلو adverb بان verb. ما يمكنش نبدلو واحد الحال بواحد الفعل. إذن عندنا adverb غادي نبدلوه بان notre adverb اللي هو peu avec peu اللي هو قليلاً.
وبوكو كن مي قلنا راه هي بزاف كثيرا، فبو تتعني لنا قليلا. اذا غادي نغيرو بالضد ديالو او بالنقيض ديالو. غادي تعطينا الجواب كالاتي: Nous avons lu peu de livres sur les astuces pour éviter le gaspillage. اذا حنايا قرينا شويه ديال الكتوبه، قليل من الكتوبه اللي فيهم الارشادات من اجل تجنب التبذير. اذا فتغير لنا المعنى من كنا تنقراو بزاف ديال الكتوبه فيهم ارشادات من اجل تجنب التبذير، ولا عندنا ولينا قرينا غير شويه ديال الكتوبه، قليل ديال الكتوبه اللي فيهم الارشادات من اجل تجنب التبذير. اذا فتغير المعنى. ندوزو لا فراز بي: سيت انسترومون pouvait donner l'alerte dès qu'un feu est allumé dans la forêt. إذن هاد الأداة تقدر تعطينا التحذير مي تيوقع شي مي تتوقع العافية أو مي تتشتعل العافية في الغابة. إذن هنا عندنا فينا هي الكلمة اللي عندنا مسطرة هي pouvait. إذن c'est un verbe pouvait ويقدر مصرف لنا فلامبارفي بوفي، يعني مصرف لينا فاش مصرف لينا في لا ترويزيام بيرسون دو سينغولي اللي هو إيل. إذا مصرف لينا في ضمير الغائب المفرد بالنسبة للزمن الماضي. إذا هنا شنو اللي ممكن غادي نغيرو به؟ غادي نرجعوها للزمن الحاضر. هاد الفعل ديال عندنا نفس الفعل استطاع، وحنا غادي نغيروه لزمن الحاضر، غادي يعطينا بو افيك بي او اي تي، يعني استطاع ولكن في زمن الحاضر في لو بريزون دو لانديكاتيف. اذا غادي تكون عندنا الجواب كالاتي: سيت انسترومون بو افيك بي او اي تي دوني لالارت دي كان فو est allumé dans la forêt. اذا هاد الاداه تقدر تعطينا التحذير مي تيوقع شي تتوقع العافيه في الغابه. اذا كما قلنا مي تيكون عندنا فعل مصرف فتنغيروه بفعل، فكان عندنا هنا بوفي مصرف لينا لو فيرب بوفوار مصرف في لامبارفي، فباش غيرناه في التصريف، غيرناه في التصريف صرفناه في زمن الحاضر في لو بريزون دو لانديكاتيف، وعطانا بو افيك بي او اي تي. وما في الجمله الاولى فكان عندنا ادفيرب اللي هو بوكو، فغيرناه بادفيرب اخر اللي هو بو قليلا، كان عندنا كثيرا ولات عندنا قليلا افيك بي او اي. اما في الجمله الثانيه فعندنا مصرف كان الفيرب بوفوار مصرف لينا في زمن في الزمن الماضي اللي هو لامبارفي، وحنا غيرناه للزمن الحاضر لو بريزون دو لانديكاتيف، وعطانا بو افيك بي او اي تي. ندوزو لا فراز سي: est-ce que tu pouvais choisir l'article à lire sur la déforestation. اذا قالوا لنا في الجملة سي: واش تقدر تختار واحد المقال اللي نقدو نقراوه على قطع الأشجار. إذن هنا شنو عندنا الكلمة اللي مسطرة هي بوفي. إذن لو لاحظنا بوفي، وهنا تاينا مصرفة فاش مصرفة في لامبارفي، لكن هنا مصرفة في لا دوزيام بيرسون دو سينغولي لي هو تو. اذا مصرف علينا بالنسبه للضمير المخاطب المفرد اللي هو انت بالنسبه للزمن الماضي. اذا هنا شنو غادي نديرو؟ غادي نصرفوه في زمن الحاضر، غادي يعطينا نصرفو في لو بريزون دو لانديكاتيف، غادي يعطينا بو افيك بي او اي اكس. علاش؟ حيت عندنا ضمير
المخاطب المفرد اللي هو انت اللي هو la deuxième personne du singulier اللي هو tu غادي يعطينا في زمن الحاضر peu avec p e u x غادي يكون الجواب عندنا في هذه الجمله هو est-ce que tu peux choisir l'article à lire sur la déforestation اذا واش تقدر تختار واحد المقال باش اللي غادي نقراه حول تقطيع الأشجار. إذن فالخلاصة ديال هذا الشيء اللي قريناه هو ميت يكون عندنا adverb راه تنحولوه ب adverb، أما ميت يكون عندنا verb ف تيكون عندنا مصرف عندنا مثلا في الامبارفي فتنحولوه لو بريزون. وثاني حاجة تنحدو الضمير اللي عندنا، واش عندنا ضمير المتكلم المفرد او لا ضمير المخاطب المفرد او لا عندنا ضمير الغائب المفرد على حسب الضمير اللي عندنا.